أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الصلاة على محمد فيها أجر كبير، وفاتحة للقلوب، ومنقذ يوم الآخرة. السلام عليكم سادتي العلماء، مشايخنا الكرام، أخوتي أبنائي الحضور، ورحمة الله وبركاته. من دواعي الاعتزاز والافتخار أن نشارك إمارة آل فتلة في احتفاليتها في ذكرى الفتوى، فتوى الكفائية، وتشكيل الحشد الشعبي، وتحقيق هذه الانتصارات التي يفتخر بها كل العراقيين. شكري وامتناني لكل من حضر في هذا الوقت من مشايخنا الأعزاء، شيوخنا الكرام من محافظات العراق المختلفة، وكذلك الشباب وأبنائنا الأعزاء في إحياء هذه الذكرى، ذكرى الفتوى المباركة وذكرى تأسيس الحشد الشعبي. ويتزامن مع هذه الذكرى، نحن في منتصف حزيران، في نهاية حزيران عندنا ذكرى أخرى أيضاً عزيزة وكريمة ويفتخر بها كل عراقي ويعتز، ألا وهي ذكرى ثورة العشرين المبارك. هذه الثورة التي أفتى بها أيضاً مراجعنا العظام، واستجاب لها أيضاً شيوخنا وأبنائنا في العراق وخاصة في الفرات الأوسط، وحققت أيضاً إعجازات لهذا الشعب الكريم. في ثورة العشرين قرر الإنجليز المستعمر أن يتركوا العراق. لماذا؟ لأن الخسائر التي تكبدوها في تلك الثورة والقتلى التي حدث جعلتهم يعيدون النظر، هل يستمرون باحتلال هذا البلد أو يتركوه؟ هذا شعب يصعب قيادته، يصعب السيطرة عليه، وكان الحل هو بالمجيء ملك هاشمي يقبل به العراقيون، واحتفل به العراقيون في يوم عزيز على العراقيين. تعرفون أي يوم؟ احتفل بتتويج ملك فيصل الأول، أنه في يوم 18 ذي الحجة. لماذا اختاروا هذا اليوم 18 ذي الحجة؟ لأنه يوم عيد الغدير، والغدير في نفوسنا نحن العراقيين بل كل العالم الإسلامي يفترض هو يوم الولاية، ويوم استمرار طريق رسول الله أن يبقى سليماً صادقاً قوياً فاعلاً. يوم عيد الغدير تم تتويج ملك فيصل بعد ثورة العشرين وثورة أبناء هذا الشعب. لماذا نحتفل بهذه المناسبات؟ ثورة العشرين عمرها 100 عام، 1920، احنا الآن 2023. قبل 100 عام أجدادنا قاموا بهذه الثورة، وهناك شواهد كما تشاهدون اليوم. ولماذا نحتفل بها؟ الفتوى المباركة قبل 9 سنوات، لماذا نحتفل بها؟ لماذا نعيدها؟ بعضهم يقول لماذا تذكرون المآسي والمشاكل والحروب والقتل؟ هل يعجبكم الدماء والأحزان والآلام؟ اتركوا التاريخ. ثورة العشرين دمر المستعمر مزارعنا، بيوتنا، عشائرنا، قتل الكثير، سفر شيوخ العشائر إلى الهند،
وسجن الآخرين وأعدم، لماذا تعيدون ذكر القتلى، الشهداء، الدمار؟ ذكر الفتوى لماذا تذكروها دائما؟ داعش سيء، سبايكر قريبة، قتل، باع النساء، اعتدى على العوائل، لم يبقي شيء داعش. لماذا تعيدون التاريخ الأسود؟ لماذا؟ القرآن الكريم الله تعالى يوصي موسى سلام الله عليه، نبي الله موسى، يوصيه بأن يذكر أيام الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور في مصر والهجرة، وذكرهم بأيام الله، أيام التي كانوا فيها تحت طغيان فرعون، الأيام التي فيها قتل كثير منهم واعتقل منهم وذبح الرجال واستحيا النساء. ذكرهم بأيام الله التي ذل فيها فرعون، التي صبر فيها المؤمنون، التي واصل واعتز به المؤمنون على دربهم. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات، فيها عبر، فيها دروس لكل صبار شكور. صحيح الإنسان ما يهتم هذه الأمور، الإنسان الذي يأخذ الأمور باللامبالاة ليس فيها درس له، لكن للصبار الذي يتحمل المشاكل، الذي يقدم الآلام، الذي يواجه الطغيان، صبار، وبعدها سيكون شكور. كما نحن اليوم نشكر صاحب الفتوى، نشكر الحشد الشعبي، نشكر المواكب الحسينية، نشكر شيوخ العشائر، نشكر شبابنا، نشكر شهداءنا، نشكر جيشنا، نشكر الجميع. لكن كانت أيام صعبة جدا، صبار يحتاج لها من يصبر عليها. إذن تذكير بأيام الله فيها آيات لكل صبار شكور. فما هي الآيات في ثورة العشرين؟ وما هي الآيات في ذكرى الفتوى المبارك؟ في هذين الحدثين، حدث في هذا الشهر في شعب في حزيران، وسط حزيران، 10 حزيران احتلوا الموصل، سبايكر صارت، فتوى صارت، وتأسس الحشد الشعبي في هذه الأيام. وفي هذه الأيام أيضا كانت هذه أيام حزيران، لكن في التاريخ الهجري كان في شعبان. وحتى ثورة العشرين اللي اسمها ثورة العشرين في 30 حزيران هي في 15 شعبان، في 15 شعبان الفتوى، في 15 شعبان انتفاضة الشعبانية، في 15 شعبان كان ثورة العشرين. لماذا 15 شعبان؟ عندنا 18 ذي الحجة يوم الولاية، يوم الاستمرار على طريق الرسول، وعندنا 15 شعبان يوم الأمل، يوم تحكيم العدل، يوم قيام دولة المستضعفين، يوم المساواة والعدل لكل العالم. نحن بين أمرين، بين الغدير، ويجب أن نعتز بالغدير ونفتخر بالغدير ونحيي الغدير، لأنه بركة الغدير أنتج لنا المرجعية العليا. الغدير أن نلتزم بعلي وبأبناء علي وأبناء علي الأئمة الأطهار، وصونا بالمرجعية، في غيابهم تكون المرجعية، ونحن التزمنا من ذلك اليوم، من يوم الغدير، نلتزم بالولاية وبما تسنه الولاية لنا من مرجعية، فكان هذا الانتصار. إذن شعبان هو البركة. صح في حزيران نحن، لكن ثورتنا، قيامنا، انتصاراتنا كلها كانت في بركة صاحب الأمر في 15 شعبان. ما هي الدروس؟ نرجع، ما هي الدروس في ثورة العشرين وفي الفتوى المباركة التي مر عليها 9 سنين وتلك 100 سنة؟ في هذه الثورة، ثورة كانت هي ضد المحتل،
محتل بلباسه الأجنبي، بشكله، بلغته، بأوضاعه، أجنبي محتل على العراق، مسيطر. واجهوه في كتائب الجهاد من البصرة والشعبة إلى أنكوت وصيف، وهكذا قصة طويلة. لكن ثورة العشرين شعبنا لم يتحمل الاستبداد، شعبنا كرامته عالية، لا يقبل بالأجنبي أن يتحكم به وبمزرعته وبعلمائه وبشبابه، فقرر القيام والثورة. إذن عندنا عدو اسمه الإنجليزي، المستعمر الإنجليزي قبل 100 عام، وعندنا قيادة، ولاية، مرجعية في النجف الأشرف، الشيخ الشيرازي، شيخ الشريعة الأصفهاني كانوا موجودين، وكذلك كثير من العلماء. وكان عندنا والحمد لله أباد من شيوخ العشائر الذي نحن في جوار بيوتهم، وألفتل منهم، وكثير من عشائرنا في الفرات الأوسط وفي غيرها أيضا في باقي مناطق العراق، كان لهم استجابة طيبة وبدت القوة، وكان الانتصار كما أثر، وكان الانتصار. وفرضنا على الإنجليز، يعني فرضوا شعبنا، فرض على المستعمر أن يأتي بعربي هاشمي مسلم ليكون هو الحاكم، يرفضون الإنجليز، صحيح كان لهم دم. فإذا العدو المستعمر الإنجليزي، والولاية والقيادة المرجعية العليا بمختلف أسمائها، وشعبنا بشيوخه الكرام وشبابه الشجعان. في الفتوى المبارك، في الفتوى المباركة أيضا كان هناك عدو، لكن كان هذا العدو خبيث، اسمه اسمك، دينه دينك، ينتسب إلى بني، يدعي بالانتساب إلى بني هاشم، فكان مغلفاً، باطنه أمريكي صهيوني كما كشف ترامب عن ذلك، وأفشى السر ترامب أنه صناعة كلينتون، صناعة الحكم في ذلك الوقت، الديمقراطيين، ظاهره عربي مسلم هاشمي، هدفه أتعس من هدف المستعمر، هو الإبادة، هو تشويه الإسلام، هو الإبادة على كل عوائلنا، على أبنائنا، قتل، تمزيق، ذبح، شوه الإسلام. إذن بعد 100 عام لم يتركونا، بعد 100 عام لم يكتفوا بالانتصارات التي تحققت وبضربات هذا الشعب، أعادوا الكرة مرة ثانية، لكن بأسلوب خبيث، وهو أنه جعلوا العدو منك، من داخلك. لكن في هذه المعركة كان البصيرة مهمة، الوعي مهم، التمييز بين الإسلام الأمريكي وبين الإسلام الحقيقي رادله بصيرة وقلب نافذ وحكم. وكانت الفتوى دلالة فهم هذا الموضوع، هم أتعس من المستعمر لأنه شوهوا الإسلام، لأنه نفذوا قرار المستعمر، لأنه صناعة أمريكا، لأنه خدموا الصهاينة. لكن هل يجوز أن نصدر فتوى ضد من يدعي الإسلام والشعارات واللباس واللحى؟ هنا كانت البصيرة، هنا كان الإلهام، هنا كان التوفيق الإلهي، وهنا كان أيام الله. فأصدر الفتوى واستجاب الشعب، والشعب كان خائفا، وكانت الكثير من المدن سقطت بأيام، لكن الفتوى أحيت الشعب، الفتوى ذكرتهم بأمجادهم، الفتوى ذكرتهم بموقفهم عندما ينادي الحسين ألا من ناصر ينصرنا، الفتوى ذكرتهم بهيهات منا الذلة، الفتوى ذكرتهم أنكم عندما تكونون مع علي وعلي مع الحق ستكونون في انتصار. وجاء نصر الله، وجاء نصر الله، لا أمريكا ولا غيرها كانت معنا في هذه المعركة، بل كانت تعيقنا في بعض المعارك، لكن جاء نصر الله.
الأمريكان قالوا لنا قصة داعش تطول سنين وسنين، بعضهم قال 10 سنوات، والآخر تنازل قال 7 سنوات. وشعبنا بمرجعيته بفتوى هذا المرجع الحكيم المسدد آية الله السيد السيستاني حفظه الله تعالى، وبهذا الشعب الحسيني العلوي، هذا الشعب المسلم بكل فئاته، هذا الشعب العراقي بكرامته ونخوته من مسيحيين يسديين بكل قومياته، تفاعل مع الفتوى. وكان لنا أخوة لا ننساهم، نحن أوفياء لمن وقف معنا، كان لنا أخوة وقفوا معنا في الساتر الأول واستشهدوا من إيران من لبنان، كانوا معنا. ونشكر من هؤلاء الشهداء، عوائلهم أرسلوا لنا سلاحهم، يشكرون. لا ننسى القائد قاسم سليماني ودوره عندما نجده هو في مقدمة الجبهات، لكن الشعب هو صاحب الانتصار، وهو يفتخر بهذا الشعب ويعتز بهذا الشعب، الشعب العراقي الذي يسترخص الموت، الشعب العراقي الذي وفى للمرجعية بكل صدق، لم يفكر براتب ولا بموقع ولا بامتياز، بروح تطوعية لله، بروح تطوعية من أجل الشعب، بروح تطوعية من أجل العراق الذي فيه المقدسات، بروح تطوعية من أجل المرأة العراقية أن تبقى مستور. بهذه الروح كان شعبنا يتحرك وتحقق الانتصار. فهي من أيام الله، أيام الله في ثورة 20، وأيام الله في فتوى المباركة وتأسيس الحشد الشعبي. القرآن يقول فيها آيات لآيات لكل صبار شكور. ما هو الدرس الذي نتعلمه الآن؟ هذه قصتنا مع داعش الأمريكي وقصتنا مع الإنجليز المستعمر. الآن ما هو واجبنا؟ ما هي معركتنا؟ وجدوا الشعب العراقي في مواجهة السلاح أقوى منهم، لأنه لا يخاف الموت، العراقي لا يخاف الموت. وجربوه، المحتل الأمريكي دخل العراق وكان ينوي أن يبقى في العراق، ودخل 80 بلد وبقى فيها، إلا في العراق بقراركم، بجهادكم، بالشهداء، بموقف المرجعية، بموقف مجلس النواب، لا حصانة للأمريكي في العراق. الأمريكي في كل دول العالم، العسكري الأمريكي في كل دول العالم لا يحاكم إلا في أمريكا، وأرادوا ذلك في العراق، ورفض البرلمان، كل الشعب العراقي، كل ممثلي الشعب، لا حصانة قضائية للجندي الأمريكي في العراق، إذا تجاوز يحاكم في المحاكم العراقية. قالوا قانوننا لا يسمح، إذا نخرج. خرجوا بطريق الجهاد وبطريق الدبلوماسية وبطريق الحكمة في التعامل معهم. خرج الأمريكان، وكما يقول أخونا أبو إسراء، كل ما يلتقي برئيس وزراء الألماني والياباني والفلاني يسأل كيف أخرجت الأمريكان منكم؟ أخرجنا بوجود مرجعية، بولاية علي، بوجود شعب مطيع يستجيب، بحب الحسين أخرجنا الأمريكان والإنجليز وداعش وكل من يريد أن يأتي يتكبر على هذا الشعب أو يتجاوز كرامة هذا الشعب أو يتجاوز سيادة هذا الشعب، لن يبقى. إذن الشعب العراقي لا يفيد معه المواجهة المسلحة، لنذهب إلى مواجهة الأخرى وهي الحرب الناعمة، التمظهر بالدين الكاذب، العصرنة، العلمنة، الانفتاح، كل 21 من خلال المخدرات، من خلال الفساد، من خلال الإفساد، من خلال تضعيف المدارس، من خلال تضعيف الجامعات، من خلال الفساد الإداري في الوزارات، من خلال المشروعات الكاذبة، من خلال المقاولات الفاسدة. يريدون أن يوقع العراقي يحس بالإحباط. شنو هالبلد؟ شنو هالحكومة؟ لماذا غيرنا يتقدم؟ لماذا هذه السرقة؟ لا يفيد أي إصلاح، لا تفيد أي مبادرة، أي تطوع، من أجل أن تيأسوا، من أجل أن تضعفوا،
من أجل أن تتشتتوا، من أجل أن يدب الصراع بين العشائر، الصراع بين المذاهب، الصراع بين المثقفين. هذا هو أسلوب الصهاينة وأعداء العراق. العراق مهم في المنطقة، هذا ليس قولي، راجعوا نيكسون رئيس جمهورية أمريكا، راجعوا كل الدراسات الأمريكية. العراق استقراره استقرار المنطقة، العراق مفتاح المنطقة في موقعه، في تأريخه، في نفطه. العراق عراق، قصتنا العراق. العراق بالنسبة إلى إسرائيل قصة، العراق بالنسبة إلى الخليج قصة، العراق بالنسبة إلى أوروبا قصة. وبالتالي هذا العراق يجب أن لا يستقر، العراق يجب أن لا يستقر. ووجدت 6 أشهر من 2022 شهر العاشر، عندما تسلم الأخ السوداني تكليفه برئاسة الحكومة، شهر العاشر في السنة الماضية إلى الشهر السادس، 6 إلى 8 أشهر كان البلد مستقراً، ووجدنا كيف تغيرت الأحوال، كيف تبدلت النفوس، كيف تصاعد الأمل. هذا رجل نزيه، هذا رجل يعمل ليل نهار، هذا رجل ناجح، هو في يريد أن يقدم وفي بداية تقديم للأمور، لكن كل الأحوال تغيرت وبدأ هناك التعاون فيما بين الشعب، النظرة الإيجابية بعضنا للآخر. لكن هذا لا يريق، غير مقبول عند أعداء العراق من كل أصناف الأعداء، الداخلي والخارجي والإقليمي والدولي. استقرار العراق يعني نموه، قدرته، إنجازه. هذا لا أقوله أنا، هذا نقله لي أخي رئيس الوزراء عن شخص يريد يعيش تجربة في بلده، اللي هو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية. قال العراق لا يحتاج شيء سوى الاستقرار، لا يحتاج شيء، العراق كل شيء به، رجالة ما شاء الله، ذكاء وحيوية وحماسة ونفطة وموقعة ومياهة وزراعة. العراق أمل الخليج كله في أن يكون في العراق، لا يحتاج شيء العراق. قال مو قاعد أخدعكم ولا قاعد، هذه تقييمات من ينظر لنا من الخارج. لا يحتاج سوى الاستقرار، فقط استقرار، تفاهم، تعاون، تكاتف، أمورنا إلى خير، نزاهة، حوار. لكن هل هذا ممكن؟ لاحظت في الفترة الأخيرة عندما بدأ هذا الاستقرار، بدأت القتل على شيوخ العشائر، يعني في العمق وليس في الجبهات الأولى، في العمق. ما نشهده في البرلمان من أحاديث تحاول أن تمزق هنا وهناك في قضايا قابلة للحوار. إذن الدرس المهم، الدرس المهم أن نعرف عدونا. الدرس الأول، جاءنا بالسلاح فشل، مرة ثانية جاءنا بسلاح إسلامي مشوه فشل، الآن جاءنا بالمخدرات، بالإفساد، بالسرقة، ببعضنا يشك بالآخر، بعضنا يتهم الآخر، بعضنا يتغلب على الآخر بهذه الطريقة. لكن إن شاء الله لا ينجح بوجود المشايخ الكبار وتاريخنا وأخلاقنا، والحمد لله بوجود بركة أمير المؤمنين أبي عبد الله الحسين. هذه دولة صاحب الأمر، هذا مكان دولة صاحب الأمر. إن شاء الله برحمة الله تتصافى القلوب وتزيد حماسة في مواجهة هذه المؤامرة الأخيرة. انتبهوا على عوائلكم، انتبهوا على أبنائكم، على مدارسكم، على ماذا يريد أن يفعل بنا. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني، مرجعيتنا هي المرجعية، لن نتركها، معها معها معها، سواء أمرت أو أرادت أو تمنت أو نصحت، نلتزم بها. هذا التجربة تثبت، من يقف مع المرجعية يصل إلى الانتصار، من يقف مع المرجعية يحق عز العراق، من يقف مع المرجعية يضمن سيادة العراق. نحن مع المرجعية العليا في النجف الأشرف، مضحين، ملتزمين. هذا الدرس، هذا ليس أنا أخوه، هذا الدرس الذي تعلمناه
فلن نترك بمختلف مسمياتها. بالأمس كان شيخ الشريعة الأصفهاني أو الشيرازي أو الإمام الحكيم أو الإمام الخوئي السيد السيستاني ومستقبل، نحن مطيعين للمرجعية كموقع، والله تعالى يسدد المرجع. هذا الدرس الثاني، وعلينا أن ننتبه، علينا أن ننتبه، قد المعركة الثالثة يأتينا ليس فقط متدين وأتبع أهل البيت، قد يكون شيء آخر جزء من عندنا يكون، علينا أن ننتبه. البصيرة مطلوبة، لأن عدونا خبيث، الصهاينة خبثاء، أعداؤنا خبثاء. الدرس الثالث، أريد أنهي الحديث، هو قصة الشعب، الشعب العراقي. الشعب العراقي يقولون له قومة ثورة وله نوع من الاستقرار، يعني لا يواصل في هدف تحقيق هدف. لماذا؟ على كل حال لكل الشعوب لها مزاج، لكن القرآن يقول صبار شكور، يجب أن نتعلم الصبر، من انتصر كان صابرا، علينا أن نتعلم الصبر. الصبر معناها أن أترك، أنتظر ماذا ستقوم الدولة، ماذا سيقوم البرلمان، رئيس الوزراء ماذا سيعمل. لا، مو هذا. صبار شكور، علينا أن نتابع. كل انتصاراتنا في العراق لم تقم بها حكومة، كل انتصاراتنا إنجازاتنا العظيمة في العراق قام بها الشعب مع الحكومة، قامت بها الحكومة عندما ساندها الشعب، تقدم بها الشعب ووقفت معه الحكومة، يتحقق الإنجاز العظيم. قصة الأربعين واستقبال 22 مليون في هذه المنطقة، غذاءهم، نومهم، أمنهم، راحتهم. أي حكومة ممكن أن تؤدي هذا الأمر؟ أي حكومة؟ الشعب أداه، لكن الحكومة قدمت تسهيلات. ومرة ثانية أقول 25 خليجي الحكومة قامت به، لكن من استقبل الضيوف والزوار وغيرهم وفتح الأبواب وقدم الغذاء ووضع الأمن بهذا الشكل؟ الشعب. إذا أردنا أن نكون دولة مقتدرة وشعبا كريما ونمتلك السيادة والاستقلال والإنجاز والازدهار، لا طريق لنا إلا أن يتقدم الشعب وتدعمه الحكومة وتكون خادمة له، إلا أن تتقدم الحكومة ويقف مع الشعب في إنجازاته، وإلا سنبقى كما يريد أعداؤنا ولن نبقى هكذا. الآن عندنا قصة الموازنة، وأخذت حديث ومزقت وفيها من التدافع والصياح والاتهام والتخوين. الموازنة مهمة، الموازنة مهمة، هي ملك الشعب، لا ملك أحزاب ولا ملك حكومة. أموال هي أموال الشعب كما ثبت في الدستور، النفط ملك الشعب العراقي، وبالتالي هذه الأموال هي 97% من هذه الأموال عند الحكومة هي من النفط، يعني من ملك الشعب العراقي، وبالتالي من حق الشعب العراقي أن يتابع أين تصرف أمواله. هي ليس ملك كما يقول معاوية، هي ملك الله وأنا خليفة الله فهي ملكي أتصرف بها، هي ملك الله وملك المسلمين، والحاكم مسؤول على أن يؤديها في مكانها. هذه مدرسة علي ونحن أتباع علي في هذه المدرسة، هذه أموال الشعب العراقي، لا ملك الكتلة الفلانية ولا الحزب الفلاني ولا الحكومة الفلانية، وبالتالي الشعب مسؤول أن يتابع أين تصرف أمواله وأين تذهب. أنا أدعو أخي رئيس الوزراء أن يظهر في مقابلة تلفزيونية مفتوحة ويتحدث عن الموازنة. الموازنة أعدت بشكل، وقال أعدت من أجل المنهاج الحكومي، في هذا المنهاج هناك 4 أهداف: الفقراء والتعيينات، إيجاد فرص العمل والخدمات والإعمار، مجموعة أهداف وضعها رئيس الوزراء، وأراد الموازنة بهذا الاتجاه ليخرج لنا ليحدثنا عن هذه التغييرات. لماذا تبدلت؟ أموال كانت موجودة عند الوزارة تحولت عند المحافظة، شيء جيد غير جيد نناقش. أموال كانت في صناديق معينة سحبت من هذه الصناديق، لماذا سحبت؟ ما هو رأيك في ذلك؟
ما هي المشكلة؟ وأيضا نأتي باللجنة المالية والآخرين ليناقشوا وجهة نظرهم في تغيير هذه التغييرات الكبيرة. كانت هناك ضرائب، ضرائب على النفط أو على بيع البنزين وما شابه أنواع الضرائب. الأخوة في البرلمان في مجلسنا قرروا حذفها. هل نبقى على النفط؟ هل نبقى عيال على هذا النفط الذي سوف يكون كما يقولون في سنة 2028 كل السيارات في أوروبا يجب أن تتحول على الكهرباء، وتدريجاً يصبح هناك قانون لا سيارة على البنزين وإنما على الكهرباء للحفاظ على البيئة. النفط اليوم والحمد لله بهذا السعر، لكن إذا تصالح الروس مع أوكرانيا وإذا مشت قضايا المناخ سيكون النفط بسعر آخر. ماذا نعمل؟ يجب أن يكون هناك قرار استراتيجي للمستقبل، لا نفكر فقط اليوم وعندي انتخابات وأريد أكسب وأظهر بطل أمانة ما أخني، لكن أنا أدمر شعبي اقتصاديا أو أعطي هذه الأموال بهذا الشكل أو ذاك. الآن مشكلة مياه، هذه المنطقة منطقة خير، عاصمة العنبر، عاصمة الزراعة المتنوعة، العراق بلد زراعي. ماذا فكرت الحكومة في الزراعة؟ من أين ستأتي بالماء وكيف ستضبط هذا الماء؟ هذه قضية مهمة. يقولون سيكون هذا العام عاما صعبا ونحتاج ماء. إذا ماذا عملتم؟ منعنا الناس أن يستخدموا البحيرات، هل هذا يكفي؟ والسنة القادمة إذا استمر ماذا سنعمل؟ يجب أن تكون الحكومة واضحة مع شعبها، تبين برامجها والشعب يتعاون معها. إذا يريدون تقليل صرف الكهرباء نتعاون معهم في تقليل الصرف، تقليل صرف البنزين إذا أرادوا نتعاون على السيارات العامة، إذا أرادوا في ضبط صرف المياه يجب أن نكون حريصين على الماء، وبالتالي الشعب هو الذي ينجز إذا تفاعل. أما الحكومة في وادي والشعب في وادي يتفرج سيكون لا سمح الله حكومة فاشلة، والعراق يجب أن لا يكون فاشلاً ويجب أن يكون متقدماً ومقتدراً. هذا قدرنا، الشعب الذي مستعد أن ينطي روحه ما مستعد أن ينطي جزء من وقته، الشعب الذي ضحى وهو مقتبل على أن يتزوج، على أن يذهب إلى الوظيفة، على أن يفتح متجراً كما ذكر سماحة السيد محمد رضا في اليوم في آخر درسه عن مجموعة من الشهداء زارهم وكل شهيد له قصة. هذا يريد يتزوج وذهب إلى الجبهة، وذاك يريد أن يتعين وذهب إلى الجبهة، وذاك هؤلاء الشهداء المستعدين أن يضحى بكل شيء، لا يستطيع أن يضحى بوقت بشيء من راحته، بشيء من الماء، بشيء قطعا يستطيع، لكن ليجد الصادق معه، ليجد الحكومة الخادمة للشعب، ليجد رئيس الوزراء الحريص أن يكون قريب من الشعب وليس قريب من أصحاب النفوذ والأموال. عند ذاك سيكون الشعب معه. أنا أملي كبير بالأخ السوداني أن يكون كذلك، وأملي أكبر بكم أيها الشعب أن تكونوا أنتم في المقدمة في بناء عراق مزدهر مقتدر يعيش أبناءه كرماء. هذا دعاؤنا. اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة. العراق يجب أن يكون دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، تعز بها قيم الحق، قيم الجمال، قيم الكرم، قيم الإيثار، قيم العطاء، قيم الإسلام، قيم العلم، المعرفة، الإيثار، هذه قيم الإسلام. تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، المدعين، الكذابين، الحرامية، غير النزيهين. هذا قدرنا، والله معنا في هذا في هذه المهمة وهذا الهدف. انتصرنا على الإنجليز، على الأمريكان، على داعش، اليوم ننتصر على أنفسنا وننشئ هذه الدولة، الدولة الكريمة المقتدرة بجهودكم وتعاون الحكومة. هذا هو، وهذا مطلوب منا. عندما يخرج صاحب الأمر هل ينتظر من الموظفين أن يكونوا معه؟ كم سيكون راتبنا سيدي الإمام؟ أين سيكون تعييني سيدي الإمام؟ لماذا لا يكون تعييني في هذا المكان؟ يريد متطوعين، روح التطوع العراقية المعروفة، نخوة العباس عدكم أيها العراقيون. بهذه النخوة نستطيع أن نقيم دولة صاحب الأمر، بهذه النخوة. ولذلك كانت عاصمته
هنا في الكوفة لأنكم أهل النخوة، فرات الأوسط، شعب العراق، ولا في غير مكان لا تجدون مثل ذلك. هنا شعب هكذا، قد يكون هناك رجال أحزاب بهذا الشكل، لكن هنا شعب بهذا الشكل، بهذا المستوى من العطاء والنخوة والتضحية. فبورك لكم، مستقبلنا مزهر ومشرق، وأملنا كبير بكم وبمرجعيتنا والنزيهين من مسؤولينا. أتمنى على الأخ رئيس الوزراء أن ينفتح ويسمع إلى الشعب، وأن يصارح الشعب في كثير من هذه الأمور لنكون على بينة، ونحن يداً بيد إن شاء الله في بناء هذا البلد العزيز. أنا مرة أخرى أقدم شكري وامتناني إلى أخي الشيخ عبد العزيز راهي آل سكر آل فتلة في هذا المكان في هذا التاريخ، باقي الشيوخ في كل المحافظات، شيوخ العراق الأعزاء، مفخرتنا ودوركم كبير يا شيوخنا، دوركم كبير وعظيم في إعادة هيبتكم وضبط أبنائكم وأولادكم، وبالتالي كلنا في مركب واحد. شكري لكم، شكري إلى مرجعنا الكبير العظيم السيد علي السيستاني، إلى مرجعيتنا العليا، إلى مواكب الحسين، إلى الحوزة العلمية، إلى أبنائنا عوائل الشهداء. إذا أردنا أن نكون أوفياء للشهداء نكون أوفياء لعوائلهم لأبنائهم. أنا زرت منطقة في شرق بغداد ليس فيها مستوصف، ليس فيها مستشفى، ليس فيها مدارس لعوائل الشهداء، لبنات وبناء وأبناء الشهداء. علينا أن نهتم بهذه الأمور التي تحفظ شهداءنا وعوائلهم في عز وكرامة. كلنا مسؤولون، لا أذب الصوت على حكومة أو على كلنا مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحمد لله الذي جعلنا على هدي علي، الحمد لله الذي جعلنا في مدرسة الحسين، الحمد لله الذي جعلنا ملتفين حول المرجعية العليا، الحمد لله الذي أولدنا وأنشأنا في هذا العراق، في هذه التربة، في هذه الأجواء، قريبين من الأمة، عند العتبات، في هذه الأخوة العظيمة التي نجدها بين أبناء الشعب العراقي. أسأل الله تعالى أن يديم الخير علينا، أن يديم بركته علينا، أن يديم هذه الأرواح الطاهرة التي أريقت في العراق من زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه في الصفين وغيرها إلى هذا الزمن. أرواح هؤلاء الشهداء أن تكون عونا لنا في مهماتنا في مقابلة أعدائنا، وأن نقيم ونسلم الرأي إن شاء الله إلى صاحب الأمر بعراق مقتدر مزدهر وشعب كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.